اللهم اهدنا في مهجرهم. آخر سؤال أحبابي حتى لا نطيل على حضراتكم، واحد من الأمور أصلي سنة الظهر القبلية أربع، يعني أربعة مرة واحدة بتشهد واحد، ولما أعمل ركعتين وسلم سلم خطب أربعة مرة واحدة بتشهد واحد وتسليم واحد. أقول الأصل أن تصلى هذه السنة كغيرها من النوافل مثنى مثنى، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة النافلة التطوع في الليل أو في النهار مثنى مثنى، إلا ما خصه الدليل. لكن إن حلس هذا أحيانا فلا حرج لإطلاق بعض النصوص الوريدة في ذلك، وإن كان قد تكلم فيها من حيث الإسناد والثبوت. على كل حال في الباب حديث أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. ابن ماجه يقول لا يفصل بينهن تسليم. هذا الحديث فيه ضعف، لكن حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. اختلفوا يعني ايه معنى يفصل بينهن بالتسليم، يعني يسلم السلام عليكم السلام عليكم، ولا يتشهد مقصود به التشهد التسليم الوارد لان فيه السلام عن السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهي المقصود بالتسليم التشهد، ولا التسليم الذي يخرج به من الصلاة، هذا محتمل بين أهل العلم. ونظرا لهذا الاحتمال إذا عرض هذا فلا بأس به، فهو أحد الفهمين لهذا الحديث. والأمر في السنة واسع فلا ينبغي أن نضيق واسعا، فصفوة القول أن الأمر واسع يا رعاك الله فهون عليك، لكن فيما تستقبل من صلاة التطوع قبل الظهر أو قبل العصر في الليل أو في النهار اجعلها مثنى مثنى، بارك الله فيك. في حياة بسم الله. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب، وعافنا فيمن عافيت،